طيب ننتقل إلى التيار. التيار ورد فيها خبر عن شعبة مستوردية المستلزمات الطبية تحذر من كارثة طبية بسبب وقف الاستيراد. كشف رئيس شعبة مستوردية الأجهزة والمستلزمات الطبية دكتور محمد بابكر عبد السلام عن توقف استيراد المستلزمات الطبية تماما بسبب قرارات بنك السودان الأخيرة بتقييد الواردات ووقف الاستيراد بدون قيمة. بابكر أبلغ التيار أمس الثلاثاء بأن المخزون الموجود من الأجهزة الطبية والمستلزمات لا يكفي حاجة البلاد لأكثر من شهر ونصف، وحذر من خطورة انعدام المستلزمات الطبية بالبلاد ووصفها بالكارثة الطبية. دكتور إبراهيم، هذا الوصف لوحده لا يكفي لتدخل الدولة بشكل عاجل. أعتقد أنها نوع من المبالغات، لأنه في اليومين دي أصلا جزء من المبالغات. أعتقد أنه مستغرب أنه تصدر مبالغات زي دي من أخ رئيس دكتور محمد عبد السلام، يعني لانه دي من الحياه اللي بتعمل حاله من الفزع. صحيح انه في اشكالات كثيره، السوق لحد الان في مرحله تحت انتقال محتاج ترتيب، ولكن الادويه والمستلزمات الطبيه كلها من الـ من الـ من الـ من المستوردات المحفيه من الرسوم والمحفيه من الجمارك، اللي بتاخذ ميزه خاصه فيها. الادويه نفسها بتوفر الامدادات الطبيه بقدر كبير جدا من التوفير بتاعتها. فاعتقد ان هي محاوله للانتقال من واقع الى واقع. يعني كان زمان احنا نتذكر انه في مايو الماضي سنه 2017 كان اكثر من 32 شركه كانت بتصدر اكثر من 250 مليون دولار بتاخذها وتورد بها الادويه، وحصل انتقال وحصلت نفس الضجيج وانه يكون هنالك شح في الادويه سيكون هناك مشكله، لكن انتقل الوضع بشكل طبيعي وتم توفير الادويه. الان قبل اسبوعين وزاره الضمان الاجتماعي وزاره الصحه اعلنت اضافه 75 دواء جديد في القائمه تحت الادويه تحت التامين. ففي ترتيبات كثيره بتضمن انه الموضوع تنساب، لكن اذا كانت هناك حاجه الى اجراءات تسهيليه اكثر، افتكر انه من الضروري انه الناس يتناقشوا فيها يصلوا لاجراءات تسهيليه اكثر. لكن وصف الحاجات بالكارثه وانه ستكون، افتكر انها مبالغات في اطار ضغوط لا اكثر. طيب هو على ما اعتقد يعني في تصريحه هذا ما بيتحدث عن الادويه فقط، او ما يتحدث عن الادويه اساسا، عن المستلزمات الطبيه. المستلزمات الطبيه زي يعني المعدات، عجلات المعاقين، الاجهزه، ما الى ذلك. المستلزمات الطبيه كل المستلزمات الطبيه تدخل في اطار الاحفاءات تحت الميزات الخاصه اللي بيوديها بنك السودان، كلها تدخل فيها، بما فيها المستلزمات، بما فيها العجلات تحت المعوقين، بما فيها الشاشات الطبيه غير الحاجات الادويه، تعتبر جزء من المستلزمات بتاعت المقصات بتاعت العمليات، كل هذه الاشياء تدخل في هذه العمليات. المناظير، التلسكوب، كلها تدخل في الاجهزه تحت المستلزمات الطبيه والمعدات، السراير تحت المرضى والطبيعه بتاعتها، كلها في اطار واحد مع الادويه. كلها تدخل في الاجراءات، نعم كلها ضمن الاجراءات. طيب الان وقد شككت في هذا التصريح، يعني هو قال ان مخزون المستلزمات الطبيه يكفي لشهر ونصف فقط. حتى ولم تكن شهر ونصف، ما وصفتها ان هناك مبالغه قد تكون زمنيه، يعني كيف يمكن تفادي وقوع كارثة كهذه، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت انعدام لبعض الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الضرورية في الصيدليات الرئيسية والكبيرة، وتحدث عنها الناس بشكل صريح وواضح. صحيح، في شح في بعض الأسئلة، وده نتاج طبعا طبيعي لبداية الميزانية في كل سنة، لأن أصلا أنت في بداية الميزانية في كل سنة بكون حركة النقد أقل، يعني بكون عندك مشكلة في السيولة، بكون عندك مشكلة في الدفعيات اللي بكون مختلفة، فكان هناك تشكيك فيها. الدولار نفسه الأسعار بتاعته ارتفع على السديد، فكان في إحجام في كثير من المستوردين في إنه يستورد فيها. لكن أعتقد إنه مع استقرار النقد، مع تراجع سعر الدولار، بتبقى الأسعار نسبيا. لكن أفتكر إنه أنا ما شككت منه، ولكن قلت إنه محتاجين يتناقشوا فيها أكثر من إنه يسير حاله من البلبله، يعني لانه ضمن الحياه اللي بتصير البلبله في الناس. الانسان اصلا محتاج لامنه لحاجته الاساسيه، وحاجه ما في حاجه اكثر من الدواء. فانت لما تيجي تقول والله هذا الدواء سيكون كذا ويكون كذا وهذا، ودي التصريحات طوال بتكون من القطاع، للاسف من قطاع الادويه وال ومن اسال الادويه ديل بشكل مباشر. انا لاحظت كل هذه النقطه، كل مره تسار بلبله في هذا الموضوع، سنكون هنالك وسنكون هنالك. اعتقد انها يعني في رايي ما ترتيبات حكيمه، يعني من الاحكم انك انت تتناقش في القضايا في اطار موضوعيه، في اطار الطرح العام، بحيث انك انت ما تخلي المواطن هو يشعر بحاله من الفزع وحاله من البلبله. افتكر انه دي النقطه الاساسيه اللي حبيت اناقشها. لكن سيكون هناك تدخل، من الضروري تكون تدخل، من الضروري يكون في تدخل من الوزارة الاتحادية دون الإعلان عن وجود مشاكل يا دكتور. يعني يتم يعني ممكن تقول في إشكالاتك بدون ما أقول إنه هنالك كارثة قادمة. يعني ممكن أقول هنالك مشكلة، يعني ممكن أقول هنالك مشكلة، ممكن أقول هنالك نقص
في هذه القضايا، ولكن من نقول هنالك كارثه كبرى ستاتي هذه طامه، هذه قضيه كبيره. لو كلامه لو كان كلامه صحيحا صحيحا عن شهر ونص كارثه. إذا كان كلامه صحيح، إذا كان شهر أي نعم، أنتم محتاجين أن تقولون إذا كان كلامه صحيح أن تكون هذه كارثة، لكن ليس صحيحا بالتأكيد. طيب رسوم طيران مدني، وأنا هذه معلومات جاءتني الآن من الكنترول أن هذه مستلزمات الأدوية تفرض عليها رسوم طيران مدني ورسوم أخرى لو لا زال الإخوة معي على الخاطئ، ضريبة الدخل وما إلى ذلك تحسب بالدولار الجمركي الجديد وترفع من قيم وأسعار، وبالتالي تؤدي إلى ندرة الدولار يشترى من السوق. فهذه المعادلة كيف أولاً النقطة الأولى، ما في أي سلع يتم استيرادها الآن يتم شراء الدولار بتاع من السوق، وده القرار بتاع بنك السودان واضح جداً في النقطة دي. النقطة الثانية، هل تتوفر السيولة لهذه الأشياء ولا ما تتوفر؟ ده اللي بندعو له، نحن نقول والله بنك السودان بيوفر الأدوية، بيوفر النقد لهذه السلع بصورة أساسية بهذه المواد، لأنها مواد طبية، مستلزمات طبية، مستلزمات ضرورية، الإمدادات الطبية بتوفر هذه المواد ما في ذلك شك، التأمين بيوفر هذا، إذا ما بتوفر هذه بتبقى دي مشكلة طبعا. لكن هذه القرارات إن هذه ضمن الأشياء اللي بتمولها. بعد ذاك باقي الترتيبات عادية، يعني أنت بعد ذاك إذا توفرت لديك وبتجي بتضيف الدولار الجمركي بتاعك وتحدد السعر بتاعك، ممكن نقول والله الأسعار عالية لبعض الأدوية، ولكن هذه الأدوية محفية من الجمارك كلها، محفية من الرسوم كلها. الطيران المدني اذا انت بتتكلم عن الترحيل خلاص في كل الاحوال هو حيجيب الترحيل يعني. لكن هل توفرت السيوله الكافيه لهذا؟ هل انت قلت اذا توفرت؟ اعتقد انها بتتوفر، لانه الفكره انه بتتوفر، لانه في الظروف كانت صعبه جدا، ما كانت في اي تمويل، وكان السودان بيتحمل القمح، وكان بيتحمل القطور القمح، وكان بيتحمل الوقود كله، وكان بيتحمل الخبز، كان بتتوفر ادويه، والادويه نمبر 1 في اهتمامات بنك السودان في الترتيبات بتاعته، والمبالغ بتاعت الأدوية ما كثيرة يعني كلها، أعتقد أنها زي 500 مليون دولار وأكثر. يظهر في بعض الأحيان وكأن الدولة تعاقب من اعتمدت عليهم في موضوع استيراد الأدوية واستغلوا هذا الوضع واستخدموا الدولار في أغراض أخرى غير الدواء، وبالتالي شددت السياسات في هذا الاتجاه ومنعت كثير من الطرق لاستجلاب الأدوية وعدم وجود ندرة. ولا أعتقد أنه في سياسات كلية في المجال، مش معاقبة، أعتقد أنه في سياسات كلية ضابطة أكثر لحصائل تحت الصادر ولموضوع النقد الأجنبي، لأن موضوع النقد الأجنبي تفاقم جدا، ما كان في طريقة إلا أنك تعمل إجراءات كثيرة. فالإجراءات دي شملت الأدوية وشملت غيرها، يعني شملت المستوردين كلهم، طريقة بتاعت الاستيراد، طريقة بتاعت التصدير، طريقة بتاعت حركة النقد بشكل عام. فأعتقد أنه في إجراءات قد تكون الآن في شكلها قاسية، لكن هي ضرورية بحيث أنك أنت تعيد الثقة، تعيد الحيوية للقطاع المصرفي بشكل أو بآخر يعني.